أنا دكتور داليا الجمل، استشاري التغذية العلاجية والصحة العامة. النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نحمي أولادنا من السمنة ومشاكل السمنة كتير في موقع Food Today. ازاي نحمي اطفالنا من السمنه؟ ده سؤال مهم جدا جدا ان احنا نتعلمه، لان احنا اللي بنغلط مع اطفالنا من البدايه. يعني مثلا ذاكر علشان اعمل لك مثلا اجيب لك حاجه حلوه، ذاكر علشان اعمل لك كيكه، ذاكر علشان ادي لك بيبسي. كل ده غلط جدا. الصح ان احنا ما نخليش الاكل وما نربطوش كمكافاه مع حاجه تانية. دي اول خطوات ان احنا نحمي اولادنا من السمنه. والخطوه الثانيه واللي برده مهمه جدا، ان انا اصلا ما احطش بدائل غير صحيه في البيت. يعني ما ينفعش نفتح التلاجة نلاقي فيها كل البدائل الغير صحيه واقول ابني بيتخن ليه. الصح ان احنا نملى بيتنا اكل صحي، فاكهه، خضار، شوفان. احبب اولادي في الاكل الصحي من البدايه علشان نبعد تماما عن فكره السمنه. اما بقى لو طفلنا عنده اصلا سمنه او بيعاني من ان هو وزنه زياده، فاهم واول حاجه ان انا ما اعرفوش المشكله دي. يعني ما ينفعش اقول له يلا احنا نروح للدكتور وهنعمل دايت. لا، انا مش عايزه اشوفكم في العياده مع اطفالكم، انا عايز اشوفكم انتوا اللي هتتعلموا ازاي تنظموا له اكله، انتوا اللي هتشيلوا كل حاجه غلط من الثلاجه وهتشيلوا كل حاجه من مطبخكم ما لهاش اي لازمه وهنحط بدلها البدائل الصحيه، واحنا اللي هننظم له اكله من غير ما نعرفه خالص. علشان الطفل لما بيعرف ان هو بيعمل دايت ساعتها بيعند ونفسيته متبقاش حلوة، وممكن الموضوع ده يبقى بنتيجة عكسية ويدخن أكتر.